يعني شيء ما يعني كيف بدي أحكي ما بعجز إنه عبشيني وبحطني بياقطني وهو ممنون وهو مبسوط. يعني أنا كان صحاب اللي صحاب إذا بشيني مرة مرتين ثالث مرة ما بسلم علي مشان ما يشيني. ثاني شيء الصحافة هي كل شيء، كل شيء الصحافة هي اللي بتوصل صوت الإنسان للعالم كله، هي اللي بتشرح هموم الناس أكثر من الطبيب، أكثر من المريض نفسه. عيد الله والصحافة صوتنا يصل للناس والناس تحس. وبتمنى رسالة للسوريين نفسهم أنهم يحبوا بعض، بس كان بالغربة وإن كان بسوريا بتمنى أن يحبوا بعض، لأن اللي صار فينا من أنفسنا الغلط، ما هو من بشار ولا هو من جيش الحرب. بتمنى يحبوا بعض، يوقفوا مع بعض صح، يرأفوا بحال بعض، بس مو كل واحد. اللهم نفسي، يعني أنا قضيت 4 سنين بالأردن، السوريين معاملتنا مع بعض أسوأ من قبل، جينا لأمريكا أسوأ بكتير. طب شو عفنا نحن؟ ديننا هيك بس بحكي لنا؟ ديننا دين معاملة، ربنا عند اللي نزلنا الدين قلنا نحن، قال دينكم دين معاملة، ما قال صلاة ولا قال صيام ولا قال عبادة، قال دين معاملة. بس بتمنى من السوريين إذا بدهم بلدهم تنصلح يصلحوا أنفسهم، مني وأنا ماشي. بس إذا المحبة خاطبت